ابنك دايما بيعطس كتير وبيهرش في مناخيره، او عنده رشح وزكام بيكرروا معاه كتير جدا وبيقعدوا معاه لمدة طويلة. ابنك ما بيعرفش ينام كويس من كتمة مناخيره ومش عارف ياخد نفسه، وبيقوم الصبح مرهق وحاسس انه معرفش ينام كويس وتعبان ومش عارف يركز في دراسته. اهلا وسهلا بيكم على قناة طبيب اطفال، معاكم الدكتور محمد دسوقي اخصائي طب الاطفال وحديث الولادة. هكلمكم ان شاء الله النهاردة عن حساسية الانف عند الاطفال، اسبابها واعراضها وطرق الوقاية والعلاج. خليكم معنا. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدوسوا على زرار الجرس علشان توصل لكم فيديوهاتنا الجديدة أول بأول، وكمان انزلوا بصوا على الفيديوهات القديمة. القناة بتاعتنا دلوقتي عليها أكتر من 35 فيديو بنتكلم فيه في موضوعات كتيرة جدا تهم صحة الأطفال. حضرتك تقدر تخش على القناة وتشوفي كل الفيديوهات اللي فاتت وتعملي لنا لايك وتعملي لنا شير علشان القناة بتاعتنا تكبر ونقدر نوصل لكل الناس ونقدر نفيد كل الأمهات. أول حاجة، حساسية الأنف ليها أعراض مميزة جدا عند الأطفال، أشهرها خالص إن الطفل يبقى بيعطس كتير ويحس إن هو عايز يهرش في مناخيره، وبيشتكي من رشح وزكام بيقعد لمدة طويلة غالبا أكتر من أسبوعين، والدور ده بيتكرر معاه كتير جدا وبيزيد في أوقات معينة من السنة، وبيزيد مع تعرض الطفل لبعض المثيرات زي ما هوضح لحضراتكم. طيب ايه هي بقى حساسية الانف؟ الانسان الحساس هو الانسان اللي بيزعل وبيتضايق من اقل حاجة. نفس الكلام هنا، لو الانف بتاعت الطفل حساسة يبقى الانف بتاعت الطفل بتتعب من اقل حاجة. طيب بتتعب ازاي؟ بيحصل رد فعل مناعي مبالغ فيه لما الانف بتتعرض لبعض المثيرات اللي احنا بنتعرض ليها بشكل عادي. يعني مثلا لو انا ما عنديش حساسية انف، من الطبيعي وانا ماشي في الشارع ان انا طول الوقت بشم تراب وبشم دخان عربيات وبشم برفانات، كل الكلام ده انا بشمه، لكن الانف بتاعتي علشان مش حساسة بتتعامل مع كل الكلام ده بشكل عادي جدا وما بيبقاش فيه رد فعل مبالغ فيه. لكن الشخص اللي عنده حساسية انف، مجرد الانف ما بتتعرض لمثيرات الحساسية دي اللي هي زي الدخان او زي رش الناموس او زي البرفان، على طول بيحصل رد فعل مناعي قوي جدا في الأغشية المخاطية للأنف، ويبتدي جهاز المناعة يفرز بعض المواد أشهرهم طبعا مادة الهيستامين، وده بيعمل التهاب ورشح جامد وزيادة في إفراز المخاط في الأغشية المخاطية للأنف والجيوب الأنفية. وهنا عشان إفراز المخاط بيبقى زايد بيحصل للأعراض المميزة لحساسية الأنف اللي هي الرشح، ده لو كان المخاط هنا سائل أو مائي، أو الزكام لو كان المخاط هنا غليظ ومش سهل التخلص منه. وكمان بيظهر الأعراض المميزة التانية لحساسية الأنف اللي هي الحكة أو الإحساس بالهرش، ده نتيجة إفراز مادة الهيستامين اللي جهاز المناعة بيفرزها كرد فعل مبالغ فيه تجاه بعض المثيرات. طيب إيه السبب إن بعض أطفال عندهم حساسية أنف وبعض أطفال تانيين ما عندهمش؟ يعني ليه الطفل ده تحديدا بقى عنده حساسية أنف؟ إيه اللي أدى لإنه يبقى عنده حساسية أنف؟ عندنا حاجتين مهمين جدا. أول حاجة العامل الوراثي، لو الطفل عنده استعداد وراثي للحساسية بيبقى فيه هنا تاريخ مرضي للحساسية عند الأب أو الأم أو الإخوات أو القرايب من الدرجة الأولى، وهنا الحساسية مش لازم أن تكون حساسية أنف وبس، لا، ممكن يكون في تاريخ مرضي لحساسية الأنف أو حساسية الصدر أو حساسية الجلد. في الحالة دي بيبقى الطفل ده عنده استعداد أن يجيله حساسية أنف. طب هل ده لوحده يكفي أن الطفل يجيله الحساسية أو يظهر عليه أعراض الحساسية؟ غالبا لا، ده لوحده مش هيكفي، لازم معاها السبب التاني وهو العامل البيئي، ان الطفل يبقى موجود في مكان بيتعرض فيه باستمرار لمثيرات الحساسية. لما يجتمع العامل الوراثي مع العامل البيئي، هنا الطفل ده هتظهر عليه اعراض حساسية الانف ويبتدي يشتكي من كل الاعراض بتاعتها ومن كل المضاعفات بتاعه حساسية الانف. طيب ايه اعراض حساسية الانف؟ هو اي حد عنده شوية رشح وشوية زكام هنقول ان عنده حساسية انف؟ لا طبعا مش كده. في حالة حساسية الانف لازم يكون فيه رشح وزكام لمدة طويلة، عادة اكتر من اسبوعين. لو انا عندي نزل برد هيبقى عندي رشح وزكام، لكن غالبا هيخفوا في خلال اسبوع او 10 ايام او اقصى حاجة اسبوعين، لكن ما ينفعش يكون عندي رشح وزكام بقالي 3 شهور متواصلين واقول ان ده نزل برد. يبقى الرشح والزكام في حالة حساسية الانف لازم يكون لمدة طويلة اكتر من اسبوعين. الحاجة التانية يكون متكرر، يعني بيحصل مع الشخص بشكل متكرر. الحاجة التالتة ان يكون الرشح والزكام بيزيد عند التعرض لبعض مثيرات الحساسية، يعني ده ما يحصلش الا لما شم دخان سجاير او لما شم برفانات
أو لما أتعرض لتراب أو أتعرض لتيار هواء بارد. الحاجة الرابعة إن الرشح والزكام بيزيد أكتر في مواسم معينة من السنة، وهنا في مصر بيزيد دايما في الربيع وفي الخريف. بيزيد في الربيع علشان عندنا حاجة اسمها رياح الخمسين، ودي بتبقى مليانة تراب ومليانة رملة، وكمان فيها حاجة اسمها حبوب اللقاح، والتلاتة دولا من أشهر مثيرات حساسية الأنف. وموجود في الخريف في مصر علشان خاطر حرق قش الرز ووجود الرماد في الهواء اللي احنا بنتنفسه في فصل الخريف. فعادة الناس اللي بيشتكوا من حساسية الأنف بيبقى عندهم رشح وزكام لمدة طويلة بشكل متكرر، بتزيد في أوقات معينة من السنة، وبتزيد عند التعرض لمثيرات الحساسية. طيب حساسية الأنف بيبقى معاها رشح وزكام بس ولا في أعراض تانية؟ لا، معانا أعراض تانية. العرض التاني المشهور هو العطس، وإحساس الطفل دايما بأنه عايز يهرش في مناخيره، وإحساسه بأنه عايز يهرش في سقف الحلق. يبقى إحساس بالحكة والهرش في الأنف وفي سقف الحلق مع عطس متكرر، والعطس هنا دايما بيجي في نوبات، يعني الطفل فجأة تلاقيه عمال يعطس 7-8 مرات ورا بعض، وبعدين يبقى كويس، وبعدين تيجي نوبة تانية فجأة الطفل يقعد يعطس 7-8 مرات ورا بعض، وهكذا يفضل الموضوع يتكرر معاه. الحاجة الثالثة من الأعراض المميزة جدا لحساسية الأنف هو الهالات السوداء تحت العين. كتير من الأمهات بيجوا يشتكوا من الهالات السوداء تحت العين، وأنا لسه هعمل فيديو منفصل للموضوع ده علشان أقول لكم إيه أسبابه وكيفية علاجه. من أشهر أسباب الهالات السوداء عند الأطفال دي هي إصابة الطفل بحساسية الأنف. حساسية الأنف غالبا بتعمل التهاب مزمن في الأغشية المبطنة للأنف والجيوب الأنفية، وده بيخلي الأوردة اللي موجودة في المنطقة دي بتبقى دايما محتقنة، واللي بيبان على شكل هالات سوداء تحت العين. رابع حاجة، في بعض الحالات بيبقى مصاحب لحساسية الأنف حمار في العين أو كحة، إن الطفل يجيله نوبات كحة في الأوقات اللي مناخيره تبقى بتاكله، أو بيبقى عنده رشح أو زكام جامد. خامس حاجة من أعراض حساسية الأنف، ودي كتير من الأمهات هيلاحظوها على أولادهم وهيستغربوا إن ده ممكن يكون ليه علاقة بحساسية الأنف، هو إن الطفل يبقى طول الليل مناخيره مكتومة مش عارف ينام كويس، فالطفل بيقوم الصبح حاسس إن هو ما نامش، الطفل تعبان ومجهد ومش عارف يركز. الطفل ده بيروح المدرسة طول اليوم الدراسي مش مركز، فبيبقى تحصيله الدراسي وحش وتركيزه وحش وبينسى كتير، ودرجاته في المدرسة مش كويسة. كتير من الأمهات بيجوا يشتكوا لنا إن الطفل مش مركز وبينسى كتير وتحصيله الدراسي مش كويس، ونيجي نفحص الطفل نلاقيه عنده حساسية أنف، والطفل يا عيني طول الليل مناخيره مكتومة ومش عارف ينام، فجسمه ما بياخدش كفايته من النوم، فالطفل بيقوم الصبح كأنه ما نامش، جسمه تعبان وجسمه مجهد وكمان مش عارف يركز في الدراسة. الأطفال دول إحنا لما بنعالج حساسية الأنف عندهم تحصيلهم الدراسي وتركيزهم بيتحسن كويس جدا. يعني ممكن حساسية الأنف تكون سبب في إن الطفل تركيزه وتحصيله الدراسي في المدرسة وحش ودرجاته وحشة، ولما بنعالجها الطفل ده بيتحسن كتير جدا. دي كانت أشهر أعراض حساسية الأنف في الأطفال. لازم برضو أتكلم هنا عن مضاعفات حساسية الأنف، والمضاعفات هنا المقصود بيها إن الطفل يكون عنده حساسية والأم تتجاهلها أو ما تروحش للدكتور أو الطفل ما ياخدش علاجه بشكل مناسب، فممكن الطفل ده يتعرض لبعض المضاعفات. أشهرها إن الطفل يجيله التهابات متكررة في الجيوب الأنفية، وممكن يحصل إنه يبقى التهاب مزمن ويفضل موجود معاه لمدة طويلة. الحاجة الثانية، ممكن يحصل برضو التهابات متكررة في الأذن الوسطى، أو يحصل ارتشاح خلف طبلة الأذن بنشوفها كتير جدا في الأطفال. الحاجة الثالثة زي ما قلنا هو إن الطفل يبقى ما بيركزش وبينسى كتير وتحصيله الدراسي مش كويس، والتلاتة دولا من أهم المضاعفات اللي احنا بنشوفهم في حالات حساسية الأنف. نيجي بقى للوقاية والعلاج. الوقاية من حساسية الأنف أهم حاجة فيها إن احنا نبعد الطفل بعيد عن مثيرات الحساسية اللي احنا قلناها في الفيديو. نحاول نبعد الطفل بعيد عن التراب، الدخان، البرفان، معطر الجو، رش الناموس، فرو الحيوانات، والاختلاف المفاجئ في درجات الحرارة. بلاش الطفل يبقى موجود في مكان دافي ويخرج مرة واحدة في البرد، أو العكس، لأن ده بيعرضه لأنه يدخل في نوبات من حساسية الأنف. ده أهم نقطة في الوقاية من حساسية الأنف. النقطة الثانية هو الالتزام بالعلاج الوقائي لحساسية الأنف. الطفل اللي عنده حساسية أنف لازم يمشي على علاج وقائي، ويفضل أنه يلتزم به ويمشي عليه بشكل منتظم وهو بيتابع مع دكتور الأطفال. العلاج الوقائي هنا أن الطفل يكون بياخد على الأقل بخاخة الكورتيزون مرة واحدة بالليل، ويكون بياخد بعض الأدوية الوقائية زي مادة المونتي لوكاست
اللي موجود فيها انواع كتيره جدا في السوق زي السنجيولير وزي الازما كاست وزي الكاست وحاجات كتيره جدا موجوده في السوق وبتستخدم بشكل كويس جدا للوقايه من حساسيه الانف ومفعولها كويس جدا في الاطفال. بالنسبه للعلاج، لو الطفل جه للدكتور وهو في نوبه حساسيه انف جامده، يعني الاعراض موجوده عند الطفل وجامده جدا، اول حاجه لو في احد المضاعفات موجوده لازم الدكتور يعالجها. يعني لو الطفل ده جاي عنده التهاب في الجيوب الانفيه او عنده التهاب في الاذن الوسطى او عنده حتى التهاب في الحلق، لازم نعالج دون على حسب نوع الالتهاب اللي موجود. تاني حاجه بنعالج حساسيه الانف نفسها، وده بيبقى برضه ببخاخات الكورتيزون بتاعه الانف الموضعيه، لكن ما بتبقاش مره واحده في اليوم، هنا بتبقى مرتين او ثلاثه على حسب شده الحاله. الحاجه الثالثه بنوصف مضادات الحساسيه سواء الشراب او الاقراص على حسب عمر الطفل، بس دي بنمشي عليها مده صغيره ونوقفها. الحاجه الرابعه الادويه الوقائيه لحساسيه الانف زي ماده المونتيلوكاست اللي احنا اتكلمنا عليها في الوقايه. وبعد الطفل ما بيخلص نوبه الحساسيه الشديده بتاعه الانف ويبتدي يتحسن، لازم يمشي على علاج وقائي لمده معينه هيحددها الدكتور على حسب شده الحاله وعلى حسب عمر الطفل. الرسالة الأخيرة اللي عايز أقولها، حساسية الأنف مرض بسيط، تشخيصه وعلاجه سهل جدا، لكن كتير من الأمهات للأسف بتهمله، وللأسف حساسية الأنف ليه مضاعفات كتيرة جدا على الأطفال. أشهرها جدا إن الطفل يقعد يعاني من التهابات الجيوب الأنفية، أو الطفل ما يبقاش بينام طول الليل كويس فيبقى الصبح مش مركز في دراسته وبينسى كتير ومش مركز. فضروري إن احنا ما نهملش حالات حساسية الأنف في الأطفال، لأنها موجودة بشكل كبير جدا في نسبة كبيرة جدا من الأطفال، يعني ده مرض منتشر وبنشوفه كتير. الحاجة الأخيرة، ممنوع تماما التدخين في البيت اللي موجود فيه أطفال. التدخين السلبي للأطفال بيأثر على صحة الطفل وبيخليه عرضة للحساسية وبيأثر على جهاز المناعة بتاعه وبيسبب أمراض كتيرة جدا لا حصر لها. ده كان الفيديو بتاع النهاردة، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة، واشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي، وانتوا بخير وسلام وأمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.